حسب طلب احد المتابعين قال لي عيد كل العاب العالم مفتوح مالك اكس بوكس 360 مالك اكس بوكس 360 انا محل احسان خلود لا هذا اول لعبه عندنا دارك سول لعبه رعب صعبه تعتبر الجزء دارك سول كل الاجزاء الاول والثاني اذا على اكس بوكس 360 الثالث على البلاي 4 واكس بوكس 1 اساسا قريد الاجزاء ما كتب صوره عامه هذا برادر هود هذا درايفر سان فرانسيسكو العاب سبيدي تي اي بس ما يطلع شخصية يطلب من سيارة سعر فهذا جزء مو كلش حلو يعني تو ووردز هاي لعبة سيوف وسوالف هم لعبة عالم مفتوح سبايدر مان اجزاء مالته بس مو كل اجزاء سبايدر مان عالم مفتوح هذا الجزء ويب اوف شادو هذا عالم مفتوح جي تي اي هذا الفور اسيل فروم لايبرري سيتي ستوري باتمان الاول يمكن مو عالم مفتوح هذا اركام سيتي هذا عالم مفتوح هذا اركام سيتي وأورجين هم يمكن عالم مفتوح بس الأول أول أركام آيسلام أعتقد كان لعب مراحل بس أعتقد يعني بس هذا يمكن عالم مفتوح هو أورجين أتذكر أورجين عالم مفتوح بس هذا ما أعرف بعد ما أتذكر كلش فابلي 3 هذا عالم مفتوح أكيد من هاي اللعبة لعبة سيوف وهاي حلوة سكاي ريم لعبة صعبة مثل دارك سول هم سموه عالم مفتوح ريد ديد ريدمشن مع عصابات هاي الصورة مالتها هذا عالم مفتوح مافيا 2 نسبة قد سمو جي تي اي 5 بس على عصابات واسوار في زمن قديم هاي معنا مفتوح هاي نسبة جي تي اي 1 مان كم سيارة سيارة ديد ريزن 2 لعبة زومبي عالم مفتوح اندد نايت مير اندد ادشن هاي ريد ادشن بس مسوية زومبي نفس اللعبة بس زومبي هاي عالم مفتوح هالك لعبة ابطال خارقين هالك كربل هالك هاي لعبة هذا الجزء بس عندك ذا كرودبل هالك هذا عالم مفتوح برود تايب الاول والثاني لعبة عالم مفتوح ميرشرين هاي لعبة جنود بس يعني شو اقول لعبة عالم مفتوح مثل جنود درايفر كلمة جنود درايفر سوبرمان هذا لعبة عالم مفتوح مع سوبرمان ريتيرن هذا الجزء نزل على اكس بوكس 360 ما نزل على بلاي 3 نزل على بلاي 2 على اكس بوكس 360 ديد ريزنج 2 هذا الجزء اللي اخذ ديد ريزنج هذا عالم مفتوح بروتوتايب هذا البروتوتايب الجزء الاول هذا احلى هذا عالم مفتوح تشبه هالك اللعبة اساسن كريد هذا الجزء الثاني اللي هو هاي صورته هذا الثاني هذا عالم مفتوح سبايدر مان 3 هذا جزء هذا من لعبة عالم مفتوح هذا سنتز رو الثير سنتز رو هذا نسبة جي تي اي 5 هذا عالم مفتوح دارك سايدر 2 لعبة الاول مالته مو عالم مفتوح الثاني مالته عالم مفتوح الثالث ما اعرف بعد جاست كيس درايفر اخر طبعا عشان اصلح له الجزء الاول الجزء الثاني الثالث والرابع على البلاي 4 وكس بوكس 1 وسيريس اس سيريس اذا نيام درايفرات تشبه الجي تي اي هم على اكس بوكس 360 العام انا مفتوح هسه نجي على الاقراص الجديده اساسا نجي الجزء الاول اساسا نجي دروجي هذا انا مفتوح جي تي اي 4 سبايدر مان ذا مين سبايدر مان 2 سنتد لوك جت اوت فروم هيل الجزء الخامس هذا بالنسبه جي تي اي ديدلي بروميشن على بس رعب على عالم مفتوح كنت دور ثيرد ناير بيلي هاي هذا طفل مشاغب واش دوغ جي تي اي 5 شادو اوف موردر مور لورد اوف رينز فرصه اللعبه هاي من لعبه صعبه انا مفتوح ريسبتور تسبه جي تي اي 5 هاي بس على نمط قديم هذا دراجون ايج هاي قصة لعبة ولعبة صعبة هون عالم مفتوح هاي اللعبة سنتز رو ما متأكد من العالم مفتوح ما اعرف بعد بس يمكن عالم مفتوح سنتز رو 4 هاي عالم مفتوح خاتم مرتين كلش حلوة اللعبة حتى من احلى لعبة عالم مفتوح برأيي الشخصي هاي اللعبة عندك متل جير سو ذا فانتوم بين لعبة صعبة قرصين وعالم مفتوح بس هذا الجزء عالم مفتوح بعد الاجزاء كلها عالم مفتوح باتمان هذا عالم مفتوح الجزء الثاني يمكن هذا او الثالث يمكن هذا عالم مفتوح قرصين اللعبة GTA 5 اخذ لعبة هاي احلى لعبة من العاب الفريوة كلش من عالم مفتوح اللي هاي صورة لازم اشتراك بقناة اصدقائي فالو جاسك جديد